تلقى حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من اخيه دوله السيد شهباز شريف رئيس وزراء جمهوريه باكستان الاسلاميه تم خلاله تبادل التهاني والتبريكات بمناسبه عيد الاضحى المبارك داعيين المولى سبحانه وتعالى يعيد هذه المناسبه على الامتين العربيه والاسلاميه بالتقدم والعزه والرفعه